الدنيا. من زمان ما صورنا فلوج. اليوم ما خططنا لأي شيء. ألو سعيد تعال، قومنا الصبح. يعني another day in the office. تمرين كان، حتى ما في شيء في بالي من ناحية التمرين، بس يعني هسه أفكر الحين أسوي كارديو. سويت كارديو تقريبا 13000 خطوة. الأخ من راس الخيمة، أنا الحظ في بالي يمكن أبدأ ويتد لانجز. يمكن ناخذ لانجز برا بس تغيير جو يعني، ونسوي جو بعد. يا الله يا كريم، أرجوتي شارنا من ورك أوت أوف ذا داي كولابريشن مع سكوات يونيفرستي. هذا غيالي يسوي شيء الصبح. الحين تقريبا 20 اسبوع كملت، او اكثر اكثر 22 اسبوع نفس الروتين الصباحي. هذا شيء وايد حلو صراحه، الجسم يحب الروتين. تقريبا نحاول نخلص 10000 خطوه صح، بس لان اليوم شوي تاخرنا سوينا 13000 خطوه. ما في مشكله، زياده الخطوات ما فيها مشكله، دام انها خطوات على لو انتنسيتي ستدي ستيت، ما ياثر على تمريني. عقب كنت اسوي موبيلتي، بس موبيلتي الحين بسوي دبل ليجز. شوي احس ريدي يعني اوفر يوز هالاسبوع، بس عادي عادي قدر ان شاء الله. الحلو في هالجوت ان الهيلز من ورا مرتفع، فحق اي كواد موفمنت يعطيك نيو فلكشن زياده. فهذا الكيف الجوت. يعني لاحظت بعض البودي بيلدرز ان سكاي جرين، عندك اندرو جاكت، وايد يركزون على موضوع الموبيلتي، يعطيك لونجيفيتي بشكل كبير في حياتك في الويل بينج. اكثر الاصابات اللي تجينا نحن غالبا لاك اوف موبيلتي. وليش يستوي لاك اوف موبيلتي؟ او ليش تستوي عندك مرونه صعبه في الكاحل ولا في المعصم، سواء تلعب بوش موفمنتس؟ هذا بسبب ارتفاع الوزن يكون مره واحده، او في الهبس غالبا يكون في لور باك ايشوز، عوار في اسفل الظهر. نحن من نحصل عوار ونحصل شيء دوم نلجا للديب تيشو مساج ولا سوفت تيشو مساج ولا اكيبانشر ولا شيء من هذا القبيل، اللي هو المانوال ثيرابي، قبل ما ندور اساس المشكله اللي هو شو؟ اللي هو اللاك اوف موبيلتي. موبيلتي يكون تعبان، فيضطر الجسم يعني يدخل في مرحله ديسكومفورت عشان يحرك الوزن، فبالتالي تحصل اصابات، تندنايتس، التهابات الى اخره. موبيلتي وايد مهم، خاصه حق بادي بيلدرز، خاصه يلعبون فول رينج اوف موشن. ما عندنا ستاند ولا شيء، لازم يكون شغل كروس فيت. ليتس جو. اوف بسم الله. لا ورم اب سيت ولا بطيخ. جيت اصابه بنحط عنوان عبد الله عوضي ينسي. سوي تو وركينج سيتس بس ارباب، كيف الحال؟ سلام. بايك مكانيك كي دكان؟ المفروض 3 وركينج سيتس
بس على هالجو واللنج كاباسيتي مالي ما يتحمل خير شر، شكلها بتكون تو وركينج سنس. بريح ريح بلعب بعد جسدي الباب. تلعب في الرينج موشن ودنيا وحالك شاد حيلك، هيك واحد جيناته وايد قوية نص طقة فوليوم عشوائي ما يسوي لك سالفة على ستيج. خلك شد حيلك على الرينج، كلم عمري. شوف برا مستحيل. الحين بحكم ان هالجهاز مسكره ايزي، ف في هالحاله خاصه اذا كان بن لودد ما عندك بليتات مش بليت لودد تحول الى سنجل. فنحن الحين هدفنا سنجل اعلى وزن ممكن، يعني في درست تأكد ان المباراة كلها اوكي. تلعب 1 2 ست ربس 3 4 5 ربس جي، بس جيس النبض نسون بيتي تضرب من ابوك جيس النبض، اذا نبضه ما بوكي تضرب منه نفس الشيء. في درست هذا بالعربي جيس نبض الجهاز جيس نبض براغيك، اذا اوكي تدخل في وركينج ست. فانا احس اني انا اوكي الحين حق الرطوبة هاي، بعد منو ما بيحسوا. ايزوليشن موفمنت تاليف من عندي اساسي اوزان، غالبا ايزوليشن ما ادري كان اوزان، بس في متعه في 6 تو 8 ربس. انا احس عقب 8 ربس في ملل، في نفس الموفمنت ما تعرف متى. باك اوف ست الحين توب ست كان 150 حق 6 ربس، كان ريل باك اوف ست 130 بعد الهدف 6 تو 8 ربس. يعني اذا المفروض باك اوف ست بعد توصل فيلير، يعني عادي اوصل فيلير على 6 ربس بحكم ان قبل لعبت وزن عالي اصلا جي وجي.
شو شغلتي سياراتي اوف سيزون شي؟ كل سنه في مكان معين يبدا في البدايه احسب ديسكونفورت عوار. العام لور باك كان 8 أسابيع ما قدرت اتحرك، بس انا وزني وايد زاد مره واحده. هالسنه احس وضعي تركف، فجي بوش موفمنت مالي بعد مش مقبل مع البول واللجز. اليوم انا اقول اذا فيك خلينا نقول عوار ولا عندك مكان غير مريح في تمرين معين، حاول ما توقف تمرين، لان الحركه حركه بركه، الحركه هي علاج. عشان تجيهم تتعور ولا شيء ودونك اخصائي ليش طبيعي. بعدها يمرن العضله عشان تتعايش مع الوضع، لان لو ريحت تماما مش لصالحك ابدا، ولو دعست تماما بعد مش لصالحك ابدا. فتدور سويت سبوت بحيث ان العضله بعد تمشي غاله في بعد بلاد فلو على المنطقه. بلاد فلو معناته في جريان للدم هناك، الدم مكون من كرات الدم البيضاء اللي هي مسؤوله عن الريكفري عن الاستشفاء، فبالتالي هذا الشيء يساعد على الاستشفاء اسرع. عشان تجي بعد في ناس اللي بتجي مصابه يستخدمون شيء يسمونه بي اف ار باندز اللي هو بلاد فلو ريستركشن باند. في باندز يحطونه حول الايد مرات على الثايز على الورج بحيث انه يلعب عدات عاليه وزن معتدل ويكون في ضخ دم جدا عالي في المنطقه عشان موضوع الاستشفاء. بس الفكره الاساسيه انه حاول تلعب حول الاصابه، لا توقف تماما الا في حالات كسر ولا قطعه كامل، هذا شيء ثاني يتطلب عمليه. الكلام اقوله كله انا مش اخصائي علاج طبيعي، بس يعني مع الخبره ومع ان جلسنا ويا اخصائيين فهل يشرحوا لنا وهل يصير. بعد الكتف احس بيني انا اذا اوزان نزلت غالبا يكون من مش الم بس في ديسكومفورت، شيء يعني شيء مو مريح داخل شيء. عشان شي قلت بلعب 12 ربس 5 قطع والعاده راح 6 بليتس، فالحين نزلت الوزن بحاول اوصل فيلير عن طريق هذا الوزن. ان شاء الله لما تلعب لازم برانش وور مايند سيت بدون ما تسب يعني مصف ام اف يقول سمعت يقول يشخصنا من الجهاز وايد. ليتس جو بسم الله يا الله وفقني يا رب بسم الله. Beast! Beast of sleeping and eating. King of that. Flex. Leverage raw. كان عندنا قبل البن لودد بدلته مع واحد ثاني ببليت لودد. وايد احسن. اي شيء بليت لودد وايد احسن. بن لودد مينتننس وربعنا هني بعد ما شاء الله كيف يشيلون فالواير اذا انقصوا والكيبل انقصت على الغير حط اللزق على الجهاز انه عندك مينتننس. بعدين تسكر الوزن لازم تحط البن وتركب وزن على الساب. انا هم سووه حق افرج بيبل، هذا مو بافرج. يعني في مقوله يقولها دوري نيتس، هذا دوري نيتس. في مقوله يقولها ون جود سيت تو فيلير، حتى مايك منزل بعد يوافق على هذا الكلام، يقول ون جود سيت تو فيلير احسن من 20 تمرين تلعبها بدون فيلير. ف فول بودي انا اقول يوم الناس يلعبون فول بودي يقول لك يا اخي ما توقعت اخس عن شيء، لان هو حاط في باله ان احنا بنلعب 4 تمارين كل عضله، هو اللي متعود عليه يلعبها 6 تمارين لكل عضله، لكن تي تحسبها كواليتي سيت ما في كواليتي سيت، في بس شيء اتمرن واطلع كانه باك ستيج بوم. لازم توصل ميكانيكال فيلير لازم، ايه ولا انت ما تمرنت. انت بناء عضلات كلها عباره عن لازم ادخل جسمي في مرحله هو مش متعود عليها عشان يتعايش مع الوضع يبني عضلات. فلا تتوقع منك ان توصل مرحله عقب تمرينك تسولف قبل تمرينك تسولف وتوقع ان هالست ست ميكانيكال فيلير. لا وايد صعب ميكانيكال فيلير، يعني خلاص
مستحيل تسوي بعد نص عده زياده. المهم هذا في درس الحين. شوف الوضع كيف. مايك منزل يا شباب كان يشارك مستر يونيفرس قبل وشارك مستر اولمبيا 50,000 ريال وتصف وقت واحد. مو هذا كلام جميل. مايك منزل كان يشارك مستر يونيفرس قبل كان يشارك مستر اولمبيا حتى يقول كونتراديكشن في مستر اولمبيا 1977 مش متاكد اي سنه كان ارنولد مشارك فيها وارنولد فاز وما كان يستاهل يفوز. مايك منزل كان يستاهل يفوز. المهم مايك يعني اسطوري من جميع النواحي، من اوائل الناس كانوا يعطون سيمينارز في عالم بودي بيلدينج. اتكلم انا في الثمانينات والسبعينات، يعني في اقاويل اللي درب دورنييتس كان او دورنييتس كان يمشي على منهجه من ناحيه هاي انتنسيتي تريننج اللي هو نحن نلعبه الحين، ان اوزان وايد عاليه توصل فشل عضلي. فمايك منزر جميل في الموضوع كله، انه غير انه فيزيكا خرافي، برستيجه خرافي، حضوره جميل جدا. مايك كان بروفيسور. لو نشوف فيديوهاته ابيض واسود او حتى فيديوهات اول ما طلعت الالوان يوم يصورونه، في فيديو كان يتكلم عن مثلا نيوتريشن، كان يقول اتس ماتر اوف كالوريز ان كالوريز اوت. حسب هي موضوع كله موضوع سعرات حراريه، سعرات تدخل سعرات تخرج. فسال المستضيف يعني او الهوست قال يعني لو واحد ياكل مايونيز وشجر، قال اف اتس وذين ذا كالوريز وكله مايونيز وشجر وياكل في عجز سعراته انه كالوري ديفيسيت less than how much his body requires، اقل مما يحتاج جسمه، بيخسر دهون. وكل ما كان في ديفيسيت اعلى، في نسبه ديفيسيت اعلى، في نسبه عجز سعرات اكثر، يعني مش 30% 50 60% بيكون في نزول اسرع. فيعني هالامور كان يقولها في السبعينات الثمانينات. فيوم يجي واحد يقول لي نحن ما نمشي على هالمنهج الجديد، نمشي على منهج اولد سكول. انت عن اي اولد سكول تتكلم؟ اولد سكول روح يقول لك كالوريز ان كالوريز اوت. نحن متاخرين، مبنى نحن نمشي على اولد سكول. وفعليا هو ما في سكول نحن نمشي عليه، هو فيه شيء واحد سواه وضبط، وانا احترم هذا الشيء مليون بالمية لانه ضبط ولانه وصل اللاعب النتيجه هو اللي يبغاها على ستيج. ولكن لما تقول ان انا امشي على اولد سكول يعني انت تمشي على منهج، لكن المنهج هذا يقولون عكس الكلام اللي يقوله، بالعكس المنهج هذا الاولد سكول انا امشي عليه. ففعليا انا اولد سكول، او اكثر اللي تسمونهم مدربين الحديثين هم يمشون عليه. ويوم يتكلم عن التمرين ما يتكلم عن تمرين العب 30 عده و40 عده والعب سبع تمارين لكل عضله، كان يقول لك وان وركينج سيت، تمرين او جلسه فعليه واحده لعضله معينه كافيه تبني عضلات اذا كانت جلسه فعليه فعلا. فيعني طرا لك الفاندمنتلز اساسيات الرياضه في السبعينات الثمانينات، وهذا الاولد سكول انا امشي عليه. فانا حاليا خلاص اعتبره من الاولد سكول، انا امشي على مدرسه مايك منزل، ومايك منزل يمشي على مدرسه العلم وطبق على ارض الواقع ويدرب اساطير اولمبيانز. فبعدنا نعيد ونكرر الموضوع، مو بلازم تسوي اللي تسويه، بس موضوع انه يعني يوم بتيجي تقول شيء على الاقل يكون عندك ايفيدنس، يكون عندك اثبات ان انت مثلا تمشي على منهج معين. هذا منهج نسميه منهج القديم، بس القديم في السبعينات والثمانينات كان يطري نفس المنهج اللي احنا نمشي عليه حاليا، سعرات حراريه، ماكروز، كل بروتين كافي، يتمرن فول بودي، يتمرن كان دورنييتس فول بودي. فهاي الاشياء مو انا الفتها، هاي الاشياء موجوده في السبعينات والثمانينات، بس يعني ردينا نسويها مره ثانيه ومستمتعين فيها. بس الفكره كلها يعني. وفي مقابله بعد بودكاست دورنييتس مع فؤاد ابيض في ريل بودي بيلدينج بودكاست، كان يقول دورين انا في تجهيز اولمبيا عقب كل تمرين اكل لي كاكاو، وكنت احسبه من ضمن احتياجي. كان يقول I used to count it from my calorie intake and I used to eat less than how much my body requires، لان هالطريقه الوحيده اللي اخسر فيه دهون. فكان يقول يعني هذا تجهيز 6 تايم مستر اولمبيا، كان يقول هالطريقه. انا وليس اقول لك جهز على كاكاو ولا شيء، لا ابدا، جهز على اكل يشبع فولفيلينج في قيم غذائيه صغيره، ولكن فكره السعرات وفكره الماكروز كلها يعني موجوده من سنين. نحن متاخرين يا جماعه والله، مو بانه شيء جديد، هذا ابدا مو شيء جديد. اوكي. في ناس بعد يقول لك الفشل قد يكون فشل فورم فيلير، يعني العب لين ما تفشل في المدى الحركي والتكنيك.
من يبدا التكنيك يخترب ها معناته الفشل. هذا اللي بعض الناس، في ناس يقول لك بوش لين بارشلز، لين ما تلعب حتى نص عده تاك تاك ورا بعض تم تلعب تلعب، يعني كل نص فايبر شغله بعد. فهاي اختلافات يعني فقهيه تعتبر. المهم هذا يقول لي يا ناجي حمادي جزاه الله خير ان اكاديمي ناجي عنده مرشندايز فيقول لي هذا فكرة انه ما نستخدم قبل عشان ما نستخدم فور اول والحركة كلها تكون من هني فالرفع ما تكون جانبية جانبية تكون يسمونها واي ريزز حرف الواي جي او في ريزز فيوم نرفع عليها هالمدى يفضل تزيد بعد شوي زيادة عشان نفعل الترابس اللي هو اوريدي نحن فعلناه عن طريق الابر باك بس اليوم ابر باك فوكس ف واي نوت اكسترا يعني اوكي هذا كان في درسات اول ما وصلت الحين بنلعب الجزء الثاني. ايه يفرق مع الثلج بدون ثلج. مو اوكي. What is this؟ هاي حليبتنا. What؟ Edward's wife. No. Yes. والله. No 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 Edward's wife. Just say anything for the camera. Just a message for Ugandan people. Hi guys, it's your Masha here in the dungeon. I'm working cafe as you see. I'm serving my clients here. Why are you we'll be right back.
طبعا وجبتنا الصباحيه تكون دائما برعايه جراب اند جو، كريم اوف رايس، كوكونات. ثاني افضل نكهه عندي بعد التاكوز، بس لان نبغى شيء حالي فبناخذ كوكونات تاكوز يكون سيفري. البروتين صوص مالنا بيكون روبيان وكوسه وشويه خس. طبعا هذا السينمون كوكي كرامب، في كوكي كرامب داخل. عين بيطلعون بيقولون لك ترى مو محسوب الدايجستبل ماكروز ماله، خلاص يا جماعه جهزنا فيه وشاركوا الشباب فيه، نشفوا نشافه قويه ويمكن ياكلون في اليوم 16 سيرفنج امورهم طيبه. طبعا انا افضل انك ما تاكل وايد منه هذا يوميا، لان الفايبر كونتنت اللي فيه وايد عالي، كميه الالياف فيه عاليه. غالبا اكثر الماكروز اللي فيه نون امباكتنج كاربس، كربوهيدرات لا تستخدم كطاقه في الجسم، انما تستخدم لغرض الهضم. فانت بكرامه تخر. طبعا نفس ما عودناكم الهايجين صفر في البلوكات اللي عندنا. نزيد الحلى حلى مع لوكم تقريبا نفس السعرات، التيبل سبون السيرفنج واحد تو تيبل سبون فيه تقريبا 32 كالوريز. ورد كريم اوف رايس هذا كوكونات حالي، حاط فيه المند ميلك، شويه بلو بيريز مال 50 جرام، كوكي كرام حاط هذا يعني 1 تيبل سبون 16 جرام تقريبا. بعد هذا ما تخاف النوتيلا، اعطيكم مقارنه سريعه. هذا ال 2 تيبل سبون 32 جرام يعطيك تقريبا 32 35 كالوري. النوتيلا 15 جرام يعطيك 80، يعني 30 جرام يعطيك 160 كالوري. انت شي بتسيف عمرك وايد سعرات. كله في جرام جول، اللينك بيحط تحت، تضربون لجميع دول الخليج التوصيل ان شاء الله. بسم الله. كيو ان اي. اوكي، السؤال الاول يقول لك ثوتس اون بيف بروتين باودر از ات ذا سيم از واي ايزوليت. يقول لك شو رايك في بروتين البيف؟ هل هو نفس الواي ايزوليت ولا لا؟ انا دوم اقول شوف الصوره الاكبر. الصوره الاكبر تقول لك بروتين بروتين، ولكن اذا بتتم تدقق وايد وتدور هذا نص بالمئه تطور ولا 1% ديفرنس، هذا يعتمد على الامينو اسيد بروفايل، بروفايل الاحماض الامينيه للبروتين نفسه. الواي ايزوليت مشتق من الحليب، له كميه احماض امينيه اللوسين ايزولوسين، المهم احماض امينيه اساسيه كامله لانه بروتين البي سي اي والاي اي وكلهم بجرعات معينه. البيف بروتين نفس الكلام، له احماض امينيه بروفايل كامل، وكل احماض امينيه من بي سي اي واي اي لها جرعات معينه. الحين الفرقيه ان الواي ايزوليت جرعاته في الاسنشال امينو اسيدز اكثر من البيف بروتين. اذا انت وايد تبغى تدقق الواي ايزوليت بيكون افضل، ولكن انا نفسي اشوف التشويه ريحه. جربت البيف بروتين خطير، وايد طعمه لذيذ، خاصه اذا بتسوي سلاش لانه هو يعتبر كلير بروتين مو بتكستشر حليب، وايد طعمه حلو. يعني جربت الكولا تشيري كولا، وجربت البلو بيري راز شيء شيء نسيت اسمه، وايد 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 طعم حلو، خاصه اللي يقول لك انا ما استصيغ بروتين او يسوي لي لوعه. انا اشوف البيف بروتين وايد زين، بعدين السكوب الواحد في تقريبا 36 جرام بروتين، زيرو فات زيرو كارب. فعليا انت سوي اللي ليش ماسكني، سوي اللي يريحك. يقول اعرف انك مو شيخ ولا مفتي، لكن هل كسب الفلوس من بودي بيلدينغ حرام بسبب التعري؟ يعني انا اقول لا تقتل المتعه يا شيخ. شوف المطاوع عندهم شيئين شيئين حلال، تزويد ضرب انا بقول لك ما هذا اللي شفته يعني كذي مطاوع غير ما اعرف. ايه بس يحبون هذا الشيئين يحبونه وايد، لكن ما اعرف والله ما اعرف ما بقدر افتي. كتب ومصادر تعلم في مجال التغذيه والرياضه، في كتابين هم بالانجليزي ولكن تقدر تترجمها اكيد، يعني ذا ماسل سترينث اند بيراميد جريج ناكلز و وش نونز اريك هيلمز. فجريج ناكلز واريك هيلمز اتوقع بعد في واحد هم اللي مالفين هالكتاب. الكتاب هذا فيه شقين، في شق اللي هو النيوتريشن وشق اللي هو السترينث. فانا اشوف كتاب ذا ماسل سترينث بيراميد حط لهم اياه تحت، في شق اللي هو النيوتريشن وشق السترينث تقريبا يغطي لك كل شيء من ناحيه تغذيه وتمرين. عندي وجع اسفل الظهر مع تمدد الوجع للجلوتس، شو معقول يكون السبب؟ ما اقدر افتي لك لان هذه امور تخص اخصائي علاج طبيعي. في امور شباب يعني لما ترجع لموضوع الجلد، موضوع الاصابات يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ما اعرف صراحه. واذا اعطيتك جواب، جوابي بيكون نقل لمعلومه سمعتها من اخصائي علاج طبيعي، فانت روح للاساس نفسه. احتمال الجواب اللي اعطيك اياه يعني ما يماشي الحاله انت فيها تماما، لان الاخصائي بيشخص الموضوع كامل، بيشوف البلان كامل مالك انت وبناء عليه بيقول شو السالفه. يقول هل اطلاق مصطلح باور بيلدينغ صحيح للجمع بين القوه وبين العضلات؟ كابطال ماشيين عليه على هالمبدا. شوف اوكي، وهو بدا باور بيلدينغ كماركتينغ نيم، اسم تجاري. فجيف نيبرد اتوقع هو اول من اتكلم عن موضوع باور بيلدينغ اللي هو جمع بين القوه
والعضلات. انا حبيت الفكره وحبيت انه شويه ماشي موضوع او اليه تمرين مايك منزل واليه تمرين دولين ييتس عشان تجي تسوي دنجن اللي هو باور بيلدينج قلت اكون غيري يعني انت تشوف انه عادي يكون مصطلح جديد ونستخدمه فعليا في عالم بادي بيلدينج بعد يستوي بس فعليا اذا انت فيك عضلات منطقيا انت لازم تكون قوي. هل دربت احد غير المجال اللي انت فيه مثلا السباحه كره القدم وهل يستخدمون محسنات؟ فعليا شباب المحسنات لو ترجع للتاريخ بعطيكم مثال مثلا وينسترون ستانسترون اول ما وجد للعدائين في 1990 طبعا وجد لغرض طبي بعدين استخدم كمنشط للعدائين لان في فورس برودكشن دي اتش تي يعتبر دي اتش تي ديريفيتيف. ليش ناس يشوفون بادي بيلدرز انهم غير طبيعيين وما يشوفون باقي الرياضات غير طبيعيه؟ لان البادي بيلدر الناس يوم تحكم على المظهر اول شيء شكل البادي بيلدر شكله مو طبيعي فعلى طول تبدا تقول اوه هذا مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي فعليا مو طبيعي. وبعدين الفدريشن احنا يلعبون فيه شباب وهذا فدريشن ما في فحص للمنشطات فعشان شيء يعني تجزم الناس بدون ما حتى تفكر ان هذا منطق ان هاي مو طبيعي وفعليا كلام صح غالبا 99%. باقي الرياضات اذا تشوفون نتفليكس في برنامج في دوكيومنتري اسمه ايكاروس هذا الدوكيومنتري يتكلم عن منتخب روسيا وفي واحد اسمه جريجوري هنا ما بخرب عليكم ولكن في واحد اسمه جريجوري هو اللي كان من الوادا تيم اللي تشيكوا عن النشاطات وراوا كيف ان الناس تتلاعب في موضوع من النشاطات وفي بدايه الدوكيومنتري في جمله يقولونها everyone dopes كل حد يستخدم النشاطات دام ان في رياضه انت تشارك فيها فيها تنافس يعني فيها تنافس اللاعب يدخل في مرحله لو تقول له يعني شو كل ثلاث حبات خس يوميا بتفوز بياكل ثلاث حبات خس يوميا فهو مستعد يسوي اي شيء عشان يفوز لانه عادي جدا يكون هذا مصدر رزقه اكيد يستخدمون على بولك ستيرويد يعني بعدين في مثلا اعطيك مثال تور دي فرانس الحين في ناس بيقول لك لا ويشيكون راندوم وهذا كله تقدر تلاعب تمشي على الهاف لايف تقدر تلاعب تستخدم وايد اشياء مش موجوده في فحص الوادة او اشياء بالنادر ما تطلع في بلاد تيست او خلينا نقول يورين تيست. تور دي فرانس تتكلم عن 20 يوم ما ادري المهم فتره زمنيه طويله يوميا عندك فوق ال 150 200 كيلو سايكلينج يعني شيء مخيف بني ادم طبيعي ما يقدر يسوي شيء. اوكي حتى لو انت بديت من عمر 12 سنه وسويت ادابتيشن سنه بعد سنه بعد سنه بعد سنه ورفعت يسمون الاف تي بي مالهم اللي هو 1 رب ماكس مالنا او الفي او 2 ماكس مالك ارتفع وايد وكنت وايد جبار وجينيتك مالك بتوصل مرحله لازم تكون خارق عشان يو ريكفر من هذه المده اللي انت بتسوي فيها 20 يوم يوميا سايكلينج مو طبيعي الشيء. فكل الرياضات يستخدمون يعني حتى كره القدم يستخدمونها ولكن كله يرجع لي يعني من له حيله في اليحتل. بنظرك لعبه بادي بيلدينج تستحق المجازفه والتضحيه؟ اي شيء في حياتك يحتاج مجازفه وتضحيه. انا قبل كنت اقول اني ما اشوف اي داعي للمجازفه والتضحيه اذا ما في عائد ولكن اذا 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 كان يعني عذرك او سببك ان انا بجازف وبضحي بس لاني مستمتع فيه فهذا شيء راجع لك انت دامك مستمتع يعني ما نقدر ندخل هذا الشيء. Do you recommend marriage? بعد ما أقدر أفتي في الموضوع. I recommend bodybuilding. إذا كنت أبغى أرفع أوزان على أعلى أرفع مصدر الكارب الجدول الغذائي بعد وايد صعب أجاوب على هذا السؤال. لازم أعرف وضع الكارب. فعلياً نعم الكارب مصدر طاقة لكن بعد وايد دراسات أثبت إنه حتى لو تمشي أكيد دايت بعد تقدر تشيل أوزان عالية. في ناس يقول لك أنا على low calories أشيل أوزان عالية وايد صعب أجاوب على هذا السؤال لكن in general أو على ورق نظريا كربوهيدرات مصدر الطاقة نعم بترفع طاقتك وبالتالي مجهودك بيكون أعلى. يقول how to burn calories while you're doing nothing كيف تحرق سعرات وأنت ما تسوي ولا شيء. simple answer ابني عضلات تبغى تجلس تابع نتفلكس وجسمك يبذل مجهود عالي أو خلينا نقول يبذل سعرات عالية ابني عضلات. يوم تبني عضلات أنت الـ overall body composition مالك في كمية عضلات عالية في كمية عضلات عالية يعني في شو في ألياف أكثر في muscle tissue أكثر في تيشوز بشكل عام اكثر في جسمك فبالتالي الجسم يتطلب سعرات اكثر عشان يتعايش مع الحجم اللي هو عليه. يعني واحد سلك البي ام ار ماله البيس ميتابوليك ريت معدل الايض ماله يكون اقل بحكم انه الجسم نفس موتر صغير موتر كبير موتر صغير يحتاج بترول شوي موتر كبير يحتاج بترول وايد. فشو اللي يخليك تسوي موتر كبير؟ تبني عضلات. وانت بالذات البنت يعني تمرني يعني لا تخافون من التمرين بالعكس التمرين يرفع معدل الايض بالتالي تقدر تاكل اكثر شيء زين تاكل اكثر وانت ما تسوي شيء. افضل منتج زنك للامتصاص نفس المغنيسيوم عندك مثلا سايتريت بايكلاسنيد جلايسنيد اوكسايد نفس ما المغنيسيوم عنده كذا صيغه الزنك عنده كذا صيغه بيكولونيت وغيره. الحين المعتاد بيكولونيت واللي درسناه عن منه هنزمن بيكولونيت
يعني هل باقي يعني الصيغه الثانيه من الزنك زينه حق الامتصاص او الوجود الحيوي بايو افيلابيلتي؟ نعم ما يفرق، اذا كان مغنيسيوم جلايسينيت وسايتريت هم اللي افضل اثنين، ولكن في الزنك اتوقع انه ما يفرق. هذا اخذ من كلامي بس اتوقع انه ما يفرق، لكن نحن نعتمد البيكولونيت. بيكولونيت ابو عوض ليش ما تحب لعيبه الزنك؟ يا جماعه الموضوع مو بحب ومو بحب، موضوع انا ما يعني ما شخص من الموضوع. بودي بيلدينج عباره عن شو؟ رياضه مبنيه على راي. عندك اربع حكام، تسع حكام، حكمين، اللي موجود على الجادجنج بانل يحكم عليك ب اوبينيون، رايه. في النهايه يشوفك واقف فيها خمسه يقول من رايي انا اشوف هذا افضل واحد، كونديشن وايز، فولنس، سيمتري، فارق على الباجين، حضوره زين على المسرح، اشوف فيه بوتنشل عالي. اذا هو لاعب 212 وزنه الحين 88 وبهذا الشكل، معناته لو زاد عضلات لين 96 بيكون وايد عنده مستقبل قوي، بوتنشل كبير. راي، هذا راي حكم. انت داخل مجال مبني على راي. انا رايي منس فيزيك شو بودي بيلدينج، وهذا المفروض ما يكون راي، هذا المفروض يكون حقيقه. لان بودي بيلدينج اسمه بودي كامل، ما قال هاف بودي بيلدينج. فيعني لا تزعل يوم اقول منس فيزيك مش بودي بيلدينج، لان فعليا مش بودي بيلدينج. انا بس اكذب ولا اعطيك راي. اوكي انا اعطيك رايي، تبغى تاخذك رايي كان بها، اذا احترمت رايي احترمك صراحه، لكن انا جالس اقول حقيقه. انت جالس تدخل سامان وجالس تتعب وتسوي كارديو وتدخل في زوبعه وعادي جدا تخرب وايد اشياء في حياتك وتضحي وتجازف بس عشان توقف على ستيج بشورت سباحه، اشرح لي وين المتعه في الموضوع؟ بوزين اخر شيء بتسوي بس اذا اي بي برو ليج. يعني انت فكر فيها، يعني لا تطلع وتقول، لا تتكلم عن بودي بيلدينج، لا تتكلم عن المجازفه والتضحيه، وانت اخر شيء الفاينل برودكت مالك لابس شورت سباحه وتسوي لي وضعيتين. هذا مش بودي بيلدينج. بودي بيلدينج من استوى لاري سكوت اول واحد جاب مستر اولمبيا كان بس هاف يراوي لجز ابر بودي كامل، كان في متعه، كان في ارت. بودي بيلدينج انبنى على ارت وإلوجن وجماليه الجسم كامله. فلا تزعل، كميتي دوم اصرخها يعني روحه رياضيه عادي. احب الكميتي، وايد احب الكميتي، اخويا الكميتي، لكن ما اشخصنها ويا الكميتي. هو يلعب هذا الكاتيجوري، اصرخ الكاتيجوري. الكاتيجوري نفسه انا ما ابلع. بس مو معناته ما اداني كنت شيخ الصفاف هاي يعني. فواجب يشخص الموضوع يعني. هي مو انت اخترعت منس فيزيك. انت اخترت هذا المجال، كيفك؟ او هذا الكاتيجوري او هاي الفئه. بس فعليا هاي الفئه المفروض تنشل. بس ما تنشل ليش؟ ميكس موني. دخل فلوس حق اي بي بي. زين وطبعا كلهم يقولون لك انا في رباط، انا هاي بس كلكم فيكم رباط، كلكم مصابين، كلكم ما تقدر تمرن لجز، ما يستوي. يعني قدرت تبني ابر بودي، انت لو مصاب كتفك والله لا تدور مليون حل عشان تتمرن ابر بودي، لكن بس لان اعرف شوي بس في اوار في ريدي احس المفاصل ما اقدر العب، ترى لجز انا ما اقدر العب، ودي بس ما اقدر العب. هذا عذر اقبع من الذنب والله. او القارب يدخل متحمس يعني، تعرف يدخل ستيج. لا الوحيد دخل شيء في الهيث او اوبن بودي بيلدرز او 212 او كلاسيك يعني. يدخل كريس بومسد ولا مره دخل شيء، يدخل شيء يسلم على الكل متواضع، تدخل شيء وأولنا يوم يقارنونك ويا بعض شيء يقول لك المتفورمن متى ينأخذ؟ بعطي جنرال ادفايس، لو تحبون جنرال ادفايس، ينأخذ قبل الوجبه الاخيره يفضل بجرعه 500 ل 1500 ملغ، يعتمد على وضعك ويعتمد على اتش بي اي 1 سي مالك اللي هو معدل السكر التراكمي. شوف فائده التنشيف، يحفز من شغل البانكرياس اللي عندك، بالتالي ينتج بيتا سيلز اكثر، بالتالي افراز الانسولين يكون افضل. من البانكرياس اللي عندك، مش نفس الانسولين اللي نستخدمه هاكي اكزوجينس، هذا من البانكرياس اللي عندك اللي هو اندوجينس داخليا يعني. زين فهل شو الاوكي في التنشيف؟ انه ما يكون في مقاومه انسولين بس. يقول وزني ثبت، يحاول يزيد وزنه. وزني ثبت بس احاول ازيده وما زال. بس احنا نفرق بين زياده وزن وبناء عضلات. توتالي ديفرنت. ذبحنا عدوان. يس ادي. This paramount that they are not using, take away or keep. المهم فيقول لك شو اسوي؟ ابغى ازيد وزني. نرجع للقاعده الاساسيه. ثيرموديناميك لو، كالوريز ان، كالوريز اوت. كالوريز ان كم تاكل؟ حاول تاكل اكثر. كم تبذل مجهود؟ حاول تبذل مجهود اقل. فبالتالي الناتج بيكون انت بتكون في فائض اكثر. في موضوع الاستشارات، فتحنا خدمه جديده يا شباب اللي هي الاستشارات. الاستشارات تكون عن طريق زوم كول، واذا كنت برا البلاد، اذا كنت في البلاد وحاب تجلس وياي في الدنجن، يستوي في الدنجن. في فورمات اطلبها منك، بعض المتطلبات اللي هي بلاد تيست، الدايت ماشي عليه حاليا، شنو المشاكل اللي تواجهك، وايد اسئله يعني. والجلسه تكون من 45 ل 60 دقيقه، نتناقش فيها
على راحتنا ونحاول ان شاء الله ندور حل للموضوع اللي انت فيه، او حتى لو تبغى بس الدردش بعد يستوي الجلسه الواحده 500 درهم نفس ما قلنا لكم، يا في الدنجن يا زوم كول. فهذه موضوع الاستشارات تقدر تحطها كريل بعد الناس لو تبغى تشوف يعني الاستشارات تكون في الدنجن او عن طريق زوم كول. لان في وايد ناس يقول ما ابغى اونلاين كوتشنج، انا اوريدي فاهم كل شيء بس عندي كونسيرن بسيط في شيء معين ودي اناقشك فيه. انا للاسف والله يعني ما يعني لان طلب كبير على هالموضوع يا فسويته وللاسف ما في وقت، فبالتالي قلت خلاص اوكي زوم كول زين او لقى زين، ولكن يكون بمبلغ بحكم انه عشان يكون شغل في النهايه. تمام يا شباب، شو افضل شيء للاستشفاء؟ انه نصيحه واحد عمره 16 سنه وكمل شو يسوي حق بادي يعني مجال بادي بيلدينج، بس كمل واصل حاول تدور اي طريقه انه تستانس يكون في ادهيرنس في استمراريه، مو لازم تكون بيرفكت كل شيء بس واصل. اتواصل 20% على مدى 10 سنوات وايد احسن ما تواصل 100% حق شهرين ثلاثه وتطفى. عادي استخدم بي ديز حق فتره معينه اوقف، ما انصح كذا بس هي كلمه صيغه السؤال يعني عادي استخدم عادي عادي اشرب انا بولكس اشرب انا بولكس عادي اتمرن بالجلب اتمرن عادي يستوي وشي فعليا يستوي. لكن يوم واحد يسال يفضل صيغه السؤال تكون واضحه يعني هل تنصح بي او هذا أو. بس بعد في اسئله ما رايك بالانافار؟ ما اقدر اعطي رايي انافار يعني دوا هذا شو اعطيك فاكس ما اقدر رايي ما اقدر اقول زين ولا زين. ويوز ذا رايت تول فور ذا رايت جوب تحت ارجسته ما تحت ارجسته. اذا شو اضرار المسارتن؟ المسارتن غالبا له ضرر وضررها نادر جدا يعني يمكن حاله واحده مرت علي اللي هو ارتفاع البوتاسيوم. فاستخدمت المسارتن احتمال يرفع بوتاسيوم فيستوي اضطرابات عندك في الالكترولايتس يكون معدن وايد اعلى عن المعدل، خاصه اذا البوتاسيوم كان وايد عالي هنا تسوي مشكله يسمونها اريثميا اللي هي اضطرابات نبض القلب. ففي هالحاله يفضل انك ما تستخدم المسارتن، ولكن هذه حاله نادره ما قد مرت علي. وعشان تتجنبها يعني لا تبدا بجرعه عاليه، ابدا 20 ملي جرام روح 40 ملي جرام وشيك على البلاد تيست تشوف البروفايل مال الالكترولايتس مالك اذا كل شيء تمام امورك طيبه بلاد برشر تمام امورك طيبه. خلي اكلك فيه صوديوم انتيك زين، اوريدي صوديوم يعتبر اباندنت متوفر في كل الاكلات متوفر في كل السوائل اللي نشربها، ف يعني هذه ما بيكون يعني لكن حاول تزيد الجرعه شوي من الصوديوم عشان يكون في توازن من الالكترولايتس مالك البلس والماينس. يقول لك في يوم الراحه اقلل الكالوريز ولا؟ في ناس يقولون شيء في ناس يقولون شيء، اللي يقول شيء عاد افهم اي شخص هذا اللي يقول شيء هالصوب يقول لك قلل لان انت مجهودك اقل في اليوم، كلام منطقي. واللي يقول العكس يقول الراحه تدخل فيها النيوتريشن يدخل فيها التغذيه، فتو ان ون اضرب عصفورين بحجر، انت اوريدي مريح بيكون في فتيك مانجمنت في تحكم بالارهاق وبالتالي بيكون في استجواب اكثر مع الجسم. رقم اثنين النيوتريشن يعتبر part of recovery يعتبر جزء من الاستشفاء لا تغذيه، فنزيد الاكل في يوم اذا يعطيك ريفيد في يوم الراحه الاثنين صح، وهذا يرجع لك انت وتقديرك المدرب. بعد في سؤال ولا نكون شيء انتهينا يا شباب؟ ما كلنا كريم فرايز مال شهر ربيان اللي ما يخلص ولا يخس. بس يا شباب نراكم على خير ان شاء الله، سامحونا ما وايد كونسيستنت في موضوع تنزيل الحلقات بحكم انه وايد زوبه عندنا. عندنا السمنار القادم في الدنجن تاريخ الاسبوع الجاي تاريخ 28/29/30 بيكون في الدنجن من الساعة 6 لساعة 9:30 مع فيكتور بلاك بيجي من تايلاند وبيعطينا محاضرة في الدنجن عن الاستخدام الأأمن لمحسنة الأداء في جميع الرياضات بالأخص بودي بيلدينج ويعني كل ما يتعلق بمحسنة الأداء from A to Z. فاتمنى اللي يبغى يحضر ترى باقي اظني كم من سيت بس، فاللي حاب يحضر يسجل الحين اونلاين او يدخل او يروح الجيم دايركت يسجل هناك في الريسبشن. عندنا ما شاء الله شباب جايين مختلف دول العالم، لان هاي الناس يقدرون العلم ويقدرون فيكتور بلاك من ناحيه علمه. انسى الريال كيف ما هو، انسى الاتيتيود ماله، الريال نعم وغد ولسانه وسخ بس انا ما يهمني هذا كله، يهمني علمه. والريال فعلا متعلم وعنده خبره كبيره في عالم استخدام محسنات الاداء. تعال وتعلم وبالمره غير جو وتمرن في الدنجن ويعني بتحصل ناس وبتعرف على ناس يعني الاكسبيرينس كله حلو يعني. نراكم على خير، سلام.